هل تساءلت يوماً من أين استوحى الأمريكي لاري بيج فكرة محرك البحث جوجل؟ قد لا تتوقع الجواب، إلا أن الأمر حدث فعلاً نتيجة حلم. القصة بدأت عندما كان لاري في 23 من عمره، حين راوده حلم غريب يتمثل بإنشاء موقع إلكتروني ومحرك بحث قادر على استيعاب معلومات كثيرة على شبكة الإنترنت. فما إن استيقظ حتى نهض مسرعاً لإجراء بعض الأبحاث والحسابات للتحقق من الأمر، وكانت النتيجة إنشاء موقع إلكتروني لتجميع الروابط الخاصة بصفحات الويب في جميع أنحاء العالم والبحث فيها. الطريقة نفسها استخدمها العبقري أينشتاين لتحقيق نظرية النسبية. كان أينشتاين يسير داخل مزرعة للأبقار في حلمه، وبينما كان يحاول المزارع إيجاد طريقة لمنع الأبقار من تجاوز الحقل عبر إقامة سياج بالكهرباء، شاهد أينشتاين الأبقار وهي تقفز بعيداً من السياج في آن، فأثار المشهد إعجابه على عكس المزارع الذي لم يلحظ شيئاً. ومن هنا عزز فكرته بأن الأحداث تبدو مختلفة حسب المكان الذي تقف فيه، وكانت النتيجة نظرية نسبية. لم تتوقف الابتكارات البشرية الناتجة عن الأحلام هنا، إذ جاءت فكرة ماكينة الخياطة بعد كابوس مروع راود الأمريكي إلياس هاو. فبعدما سقط إلياس أسيراً بين يدي ملك متوحش في بلد غريب، أعطى الملك مهلة 24 ساعة للانتهاء من صنع ماكينة الخياطة، وإن لم ينتهي منه في الوقت المحدد ستكون عقوبته الإعدام. حاول إلياس حل مشكلته مراراً لكنه فشل، فانهال عليه أفراد القبيلة طعناً بالرماح. والمفاجأة كانت في شكل الرماح الشبيهة بإبرة مثقوبة من طرفها، وهكذا جاءت فكرة ماكينة الخياطة التي نعرفها اليوم. لا يخفى عن أحد أن العقل اللاواعي غرفة تخزين لكل شيء، ويبقى مستيقظاً خلال الليل، ما قد يحدث أحلاماً غريبة تساعد في تطوير حلول لمشاكلنا. فتخيل إلى أين قد تصل البشرية حال الكشف عن اللغز الأكبر الذي يمحى من ذاكرتنا.